تقوم بكل ما تستطيعه من أجل تقديم المساعدات لمليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني الآن يعانون هذه الحرب الوحشية وتبعاتها اللا إنسانية من قتل ودمار وغياب للغذاء والدواء والعلاج والتعليم. فمرة أخرى الأردن وقف مع الوكالة سابقا ومستمر في الوقوف مع الوكالة، فوجودها حق، دورها لا يمكن الاستغناء عنه، ولا يمكن استبدال الأنروا بأي جهة أخرى، لأن لا جهة أخرى تمتلك القدرة والمعرفة والإمكانات التي تمتلكها أنروا في مساعدة الشعب الفلسطيني الآن الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة. فباسم المملكة أشكرك وأشكر كل طواقم الأنروا على الدور البطولي الذي تقومون به وعلى تصميمكم على تجاوز كل التحديات. الوكالة ليست من خلال هذه الفترة، لكن من قبل 7 أكتوبر الأنروا كانت تواجه تحدي محاولة اغتيال سياسي، ولأن دورها حق ولأن العالم يعرف أنه لا يمكن الاستغناء عن أنروا، استمرت أنروا بدعم الكثير من الأصدقاء والأشقاء. آخر محاولة اغتيال السياسي كانت الاتهامات التي وجهت إلى 12 من حوالي 13 ألف موظف من موظفي الأنروا، وفي اللحظة الأولى لصدور هذه الاتهامات تصرفت الوكالة بالمسؤولية، تصرفت الأمم المتحدة بالمسؤولية، بدأت تحقيقات داخل الأمم المتحدة وتحقيقات مستقلة. وأعتقد أن التقرير الذي صدر عن اللجنة المستقلة التي ترأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولون أكد أن الوكالة تملك كل أدوات التأكد من أن ما تقوم به ملتزم كل مبادئ العمل وأخلاقيات العمل ومواثيق وأنظمة الأمم المتحدة. هذه الاتهامات ثبتت أنها باطلة، محاولة اغتيال أنروا سياسيا فشلت، لكن الوكالة ما تزال تواجه تحديات مالية كبيرة. 16 دولة أوقفت تمويلها للوكالة بعد إطلاق هذه الاتهامات. الآن 14 دولة عادت وقدمت أو أعلنت تقديم الدعم للوكالة، لكن رغم ذلك في ضوء حجم الكارثة التي تواجهها غزة، حجم المعاناة التي فرضها العدوان الإسرائيلي على 1,300,000 فلسطيني في غزة، ما تزال الوكالة بحاجة إلى دعم كبير حتى تستطيع أن تقدم الغذاء والمام والطعام والدواء والتعليم إلى أهلنا في غزة، إضافة إلى مسؤولياتها الكبيرة في مناطق عملها الأخرى. اليوم حديثنا كان في سياق الشراكة القديمة والمستمرة والصلبة بين الأردن وبين وكالة الأنروا، واتفقنا على خريطة طريق من أجل الإعداد لأكثر من جهد بحيث نحقق أهداف متعددة، منها التصدي لكل محاولات الإساءة لأنروا وسمعتها ودورها الإنساني الكبير، التأكيد على ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للوكالة حتى تستطيع القيام بدورها الذي هو منطلق من قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة. الوكالة تعمل ضمن تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي دعم الأنروا مسؤولية على كل الدول التي فوضت الوكالة بالقيام بهذا الدور على العالم أجمع. إضافة إلى ذلك أود، فاتفقنا على مجموعة من الخطوات من بينها المؤتمر السنوي الذي نعقده على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في شهر 9، ولكن لا ينحصر بذلك، ثمة خطوات أخرى نعمل على تطويرها من أجل ضمان أن الوكالة ستستمر في أخذ الدعم الذي تستحقه. القضية الأخرى التي أود أن أشير لها أن الوضع في غزة ما زال كارثيا، ما زال يتفاقم على كل المستويات، حتى لو أدخل ما يكفي من الغذاء إلى غزة وهذا لا يحدث، الكميات التي تدخل لا تلبي الحد الأدنى من حاجات الناس، فالكارثة الإنسانية تتفاقم، لأن البيئة الكلية هي بيئة كارثية مع استمرار العدوان ومع تصعيده في رفح وفي شمال غزة. أيضا ثمة تحدي الملاجئ المكتظة، تدمير البنية التحتية الصحية، عدم وجود مرافق صحية آمنة، تدمير المدارس، جيل كامل من الفلسطينيين الآن لا يذهب إلى المدارس، فبالتالي كل من يحاول أن يقول بأن الوضع في غزة تحسن لا يقول الحقيقة، الوضع في غزة يزداد سوءا، المساعدات لا تدخل بالشكل الكافي، ولا يوجد هنالك أي خطوات تضمن حتى
قدرة وكالات الأمم المتحدة التي تعتمد على الأونروا في توزيع ما يصل القليل الذي يصل من الغذاء إلى مستحقيه في غزة. فرسالتنا أن الكارثة الإنسانية تتفاقم، وأن الخطوة الأولى إزاء وقف هذه الكارثة هو وقف هذا العدوان الهمجي على غزة، وبعد ذلك فتح كل المعابر أمام دخول كل المساعدات، السماح لمنظمات الأمم المتحدة وفي مقدمها الوكالة بالعمل بحرية وبدون اعتداءات، والبدء بجهد دولي كبير لضمان جهد إنساني وبعد ذلك جهد إعادة إعمار حتى تعود أدنى متطلبات الحياة للشعب الفلسطيني في غزة، إضافة مرة أخرى على المسؤوليات التي لا تستطيع أي جهة أخرى أن تقوم بها، إزاء اللاجئين الفلسطينيين خارج غزة في الضفة الغربية، في القدس الشرقية المحتلة، في الأردن، في لبنان وفي سوريا أيضا. فكل الدعم لك ولزملائك في الوكالة. كما تعلم دعم الأونروا كان أولوية لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظ الله منذ ما قبل 7 أكتوبر. هذا موقف أردني ثابت، لأننا نعرف تماما أن ما تقوم به الأونروا هو دور إنساني نبيل ضروري يلبي احتياجات حقيقية، يساعد أطفال على بناء مستقبل، يساعد أمهات على وضع الطعام على موائد أطفالهن، ويعطي الحد الأدنى من التأكيد للاجئين الفلسطينيين بأن حقهم لم ينسى وأن العالم ما زال يكترث بهم وبالكارثة التي يواجهون. فكل الشكر لك، وأتطلع إلى الاستمرار من العمل معا من أجل أن نتجاوز هذه المرحلة الكارثية لتبقى أونروا أنموذجا على العمل الأممي الناجع القادر الذي ينطلق من مبادئ إنسانية جامعة ويلبي حاجات حقيقية ويسهم فعلا في تخفيض التوتر وفي بناء مستقبل أفضل لأجيال من اللاجئين الفلسطينيين الذين حرموا حقهم في الحرية والدولة والحياة الكريمة والمدرسة والعيادة وغير ذلك من القضايا التي نأخذها بشكل لا يعني بشكل بسيط. نعتقد أنها موجودة عند كل العالم، لكنك تعرف أكثر من غيرك أنها ليست موجودة. فشكرا لك، والحوار الكلام لك، تفضل. Thank you very much. شكرا جزيلا معالي الوزير السفدي، شكرا لدعمك الشديد والقوي للوكالة، والشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لكونهم في آخر العقود داعمين لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وتضامنهم مع اللاجئين الفلسطينيين. اليوم نحن تحدثنا عن الوضع الإنساني وبعد ذلك القلق الذي أبدته الأمم المتحدة في غزة بالنسبة لغزة، وتحدثنا كثيرا عن التقرير الذي أشار إليه الوزير الصفدي من وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة عندما يتعلق الأمر بالحوالة الطارئة في غزة. نعرف أنه بالرغم من كل النداءات من المجتمع الدولي عدم القيام باجتياح رفح، في الواقع أن اجتياح رفح والهجوم عليها بدأ في 6 أيار، واليوم ثانية لدينا نصف سكان غزة هم على الطريق مجبرين على الهروب بالرغم من حقيقة أنهم انتقلوا في فترات لجوء متقطعة ومختلفة. والسؤال إلى أين يذهبون؟ وبالتأكيد لا يوجد مكان يذهبون إليه ولا يوجد مكان آمن لهم في غزة إن كان في جنوبها أو شمالها. واليوم هم يستهدفون الجنوب، ونحن نستطيع أن نسمع المواسم ودير البلح، ولكن كل هذه المواقع والأمكنة لا توجد فيها بنى تحتية ولا يوجد شيء متوفر. بالإضافة إلى ذلك أنه هي
مزدحمة للغاية باللاجئين، فليس لدى الناس أي خيارات أخرى إلا للعودة إلى الأماكن التي تهدمت والمرافق التي تهدمت بما فيها مباني الأمم المتحدة. ومنذ شهر أيار، في السادس من شهر أيار، المساعدات بالقطارة تصل إلى غزة. وثانية، نحن قمنا حاولنا منع الاجتياح في غزة، وهذه الأحوال قد تنعكس اليوم. المعبرين الرئيسيين في الجنوب، رفح وكرم بن سالم، هو تحول إلى منطقة نزاع وحرب، فلا يوجد معابر لنقل المساعدات عبر الحدود حاليا. الآن سمعتوني في آخر أسابيع دقيت الناقوس الخضر عن كيف أن الأمم المتحدة تقوم بشكل منتظم، وننظر إلى أرقام المواطنين الذين تم قتلهم، 198 موظف فقط من أنروا، والأعداد والمواقع التي تم تدميرها إما جزئيا أو كليا 160 موقع، ولدينا مئات الأشخاص الذين يحاولون حماية موظفي الأمم المتحدة في الملاجئ وتم قتلهم. ورأينا في آخر كم من شهر أن هناك الأماكن التي تم إخلاؤها كانت تستخدم من قبل القوات الإسرائيلية أو القوات المسلحة التي استخدمت لعمليات عسكرية، ورأينا عددا من الموظفين الذين تم جمعهم واعتقلوا وعذبوا وأجبروا على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها. وأيضا ليس فقط الموظفين ولكن المواقع والمباني والعمليات، ونتحدث عن القوافل التي تمر إلى غزة بالرغم من النزاع والحرب تم استهدافها أيضا. ولهذا السبب أنا طلبت مرارا أنه حان الوقت في التحقيق، وأن يقع تحت المساءلة الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأمور، وعدم الاكتراث للأمم المتحدة قد يأتي يعني شيئا يعني جديدا في العالم يكون مقبولا للآخرين، وهذا شيء لا نود أن يتحقق في غزة. وأشار وزير الخارجية إلى تقرير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، والذي مرر إلى الأمين العام لمراجعته، والمخاطر التي تتعرض إليها وكالة الغوث، وهذا تم تفويضه في حين أن 12 موظف من أنروا قد شاركوا في هجمات 27 الأول. ولهذا السبب نحتاج إلى النظر ما الذي كان، هل كان بالإمكان منع هذا من الحدوث أم لا من قبل منظمة أنروا. ونحن ننظر في تلك التحقيقات وننظر إلى السلوكيات الفردية لكل من هؤلاء الموظفين. هذه بالنسبة للتحقيقات الداخلية لخدمات الوكالة. والثانية هي مراجعة واستنتاجات المراجعة وخلاصتها. في حقيقة أن أنروا لديها آلية متينة جدا وعدم ولا يمكن لإساءة استخدام السلطة من قبل موظفي أنروا أن يحدث حسب مدونة السلوك، وهناك يعني إجراءات انضباطية يتم اتخاذها. وبسبب أثر الوكالة في المنطقة وبسبب المنطقة والبيئة السياسية المعقدة، هناك دائما طريقة للأداء بشكل أفضل. ولهذا السبب نحن كوكالة أمم المتحدة تبنينا توصيات هذا التقرير، ونحن ملتزمين بشكل كامل لتطبيق وتنفيذ تلك التوصيات، لأننا نؤمن بالقيام بذلك يمكننا أن نعزز الثقة والشراكات
الخدمات الموجودة لدينا مع شركائنا الآخرين وفي الدول المضيفة، ولكن أيضا من قبل المانحين. ومعالي الوزير، ذكرت أيضا المؤتمر القادم وكنا ناقشناه هذا الصباح، وهذا مهم، سوف يكون هناك مؤتمر على هامش الاجتماع العام، ولكن علينا أن نتحضر له منذ الآن. وأستمر في الإشارة إلى مجال واحد الذي أعتقد أنه عندما نتحدث عن أروى أن تكون هو لا يمكن الاستغناء أو استبدالها في مجال التعليم أيضا. ولدينا العديد من التحديات أمامنا. لدينا نصف مليون يعيشون في الحطام وحطام المباني التي دمروها في غزة، ولهذا هذا أمر طارئ لأن نعيد التعليم الحكومي الرسمي إلى حاله كما كان عليه سابقا. وكلما خاطرنا في نشر بذور الكراهية وكلما زادت حالات التطرف، وهذا مجال يمكن لأروع أن تشكل فرقا، بالإضافة إلى كل نشاطات التنمية الإنسانية بالتأكيد هو مجال التعليم. وأنا آمن أن يتحقق وقف إطلاق النار، ولكن لا أحد يعلم. حاليا نتحدث عن عملية عسكرية كبرى تحدث في الجنوب، ولكن عندما نصل إلى وضع علينا يمكن التركيز فيه على التعافي وإراحة شعب غزة وإعادة الحياة للأطفال وضمان مستقبل أفضل لهم، ولا يوجد مكان أفضل من أنروا على الأقل في الفترة الانتقالية حتى يكون هناك حل سياسي مناسب لتلبية هذه المهام. وشكرا لكم. سيدي، بعد إذنك سؤالين. فيصل بسبوس، تلفزيون الأردني، تفضل. فيصل بسبوس from Jordanian television. شكرا معاليك، وسؤالي إلى سعادة المفوض العام. في ظل الحصار الطابق على غزة، كيف تنظرون إلى الجسر الجوي الذي يسيره الأردن، خاصة أن جلالة الملك عبد الله الثاني هو الزعيم الوحيد في العالم الذي يركب هذه الطائرة ويقوم بإنزال مساعدات على غزة؟ سؤال آخر، وصف معالي الوزير الصفدي الهجوم على الأنروا بالاغتيال السياسي، فكيف تنظرون إلى هذا الاغتيال في ظل الهجوم الإسرائيلي المستمر على الأنروا وقتل عدد من الموظفين الدوليين؟ وهل يمكن التوصية بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كمجرم حرب؟ شكرا. لم أسمع بداية السؤال، ولكن أنت تتحدث عن الاغتيال السياسي لأنروا، وسمعتني عدة مرات حول ذلك. كان هناك نداءات لإلغاء أنروا ليس فقط في غزة، ولكن أيضا نحن تحت ضغوطات في القدس. لربما رأيت في آخر أسابيع سبقت كان هناك عنف في هجمات على الأقصى، والأطفال يغنون احرقوا الأمم المتحدة، ونحن نواجه ضغوطات مستقبلية لوجود وكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكنت دائما واضحا بأن بهذه المأساة الرهيبة التي تمر بها المنطقة حاليا، لربما وكلنا نأمل أن الفرصة أفضل قد تظهر على السطح. وأنا آمل أن إذا كنا ملتزمين بشكل صادق على سياسات الاحتواء، وهذه لم تقود إلى أي نتيجة، والآن نحن نحتاج إلى حل سياسي مناسب. طبيعة عمل الوكالة يمكن إعادة مكانتها، لأنهم سوف، فإذا كان هناك تفكيك لأنروا
all the other calls. كل monthly, النداءات الأخرى لتفكيك الأنروا وكوننا أن مستهدفين سياسيين كلها تشير إلى واحد شيء واحد هو إذا اختفت أنروا ولا نؤمن بتلك الطرق المختصرة ووضع اللاجئين لن يكون مرتبطا بتوفير الخدمات التي توفرها أنروا للاجئين الفلسطينيين. والجزء الأخير من سؤالك سوف أترك هذا الإجابة للخبراء.